السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، كيف حالكم صديقاتي؟ إن شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم إن شاء الله رايحين نديروا سلة الخبز، رايحين نعملوا لها التزيين تاعها إن شاء الله لشهر رمضان مبارك، وكل وحدة ولا الشكل تاع السلة تاعها. أنا اليوم عندي هذه السلة تاعي جاية أوفال، راح كل وحده يعني تعمل. نعطيكم انا فقط القياسات، وانتم كل وحده والشكل تاع السله تاعها، كاين لي شكل سله دائري، كاين لي مربع، كاين لي مستطيل، كل وحده والقياس تاعها. نوريكم فقط كيفاش تاخذوا القياس تاع السله تاعكم. انا السله تاعي اوفال، وانت اي تاخذي ورقه اولا، ثم تاخذي السله تاعك وتحطيها فوق يعني الورقه تكون كامله الورقه، وتاخذي هكذا وتاخذي القلم وتعملي يعني الشكل تاع السله تاعك اي شكل كانت، وتعملي القياس تاعها هكذا، تبعي القاعده تاعها بالقلم، ثم تقصي الشكل اللي تحصلي عليه تقصيه، ثم بعد ذلك تاخذي لاوات هذا كامل تعرفوه، وتاخذي هذيك الورقة، وتاخذي القطعة تاع اللاوات اللي تكون عندك وتقصي عليها، ولكن ما تقصيش قد هذه الورقة، قصي شوية أكبر منها، لأنه هنا راح تكون حق الخياطة. تقصي الشكل تاعها، ثم تاخذي القماش تاعك كذلك، قماش هكذا تحطي كذلك فوقه الورقة هذيك، تعيني هكذا الطباشير ولا بقلم، ولكن مشي في الوجه تاع القماش في الخلف. قصي كذلك، تاخذي يعني سنتيمتر او اثنين، تقصي هكذا الشكل هكذا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. تاخذيهم هكذا وتعملي لهم لي زيبان، يعني اللي ما تعرفش دير كاع هكذا صاير داير، وتجي هنايا وديروا خطوط هكذا، خطوط مائله اللي عندها ماكينه الخياطه تخيط ماكينه الخياطه احسن، واللي ما عندهاش معليش بامكانها تعملها كما راني عامله انا الطريقه. تروحوا بخطوط مائله هكذا، تسطروا بالمسطره هكذا، وتروحوا تخيطوا خياطه يعني عاديه. انا كان باقي لي هذا المكان فقط لانه فيها بزاف لي زيطاب على بيها، ما بغيتش هكذا تخيطوا خياطه عاديه هكذا. هكذا كل ما تخلصوا يعني جهة تنتقلوا للجهة الأخرى حتى تكملوها كما أنا كملت هذه. شوفوا الشكل تاعها، منا اللي بغات يعني تعاود ثاني تروح هاك 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 باش يجوها المربعات تكمل، ولكن أنا أكتفي بهذا القدر. ونشوفوا الآن الإيطاب الثانية. انتهينا من هذه الخطوة هذه، الآن رايحين ناخذوا القياس تاع السلة تاعنا اللي عندها السلة أوفال كيما هذه. تاخذ القياس كيما راني نعس فيها، وكل وحدة مهم العبر تاخذوا يعني جو هنايا في الوسط تاع السلة تاعكم، تاخذوا المتر هكذا وجو هكذا، تقيسوا حتى لهنا حتى الاسفل هنايا، حتى الاسفل تاع السله هذا هو القياس اللي تاخذوه. عفوا ماشي من هنا، لانه هنا يجي القياس ما يجيش متقاد، جو هنا اللي عندها الاوفال تقيس منه
بهذا الجهة القصيرة، مقصش منها بهذا الجهة الطويلة. تجي هنا هكذا من الوسط هنايا حتى الأسفل تاع السلة هنايا، وتقيسي القياس تاعك. أنا هنايا جاتني 31 ولا 32، 32 والقياس الطول، هذا العرض تاع السلة وهذا الطول تاعها. ناخذ هنا مثلا هنا صغير داير هكذا بالمتر، هكذا دور المتر تاعك حتى لهنا. والقياس هذاك اللي تلقاه هنايا في هذه الدائره تاع الاخر تزيدي عليها، عفوا القياس اللي تلقاه هنايا تزيدي عليه 15 او 20. اذا حبيتي تحصلي على كشكشه هنايا تجي في القماش، يعني تجيك كشكشه تجي شابه السله. اذا حبيتي تعمليها سامبل تاخذي فقط القياس نفسه وتخيطي عليه وتزيدي عليه شويه، ولكن اذا حبيتي تجيك الكشكشه تاخذي هذا القياس وتزيدي تضيفي عليه 15 او 20. انا يعني زدت اكثر من 15، فهمتوا؟ يعني هذا القياس اللي لقيته هنايا هذا في الاوفال كما راكم تشوفوا هنا في المتر، نزيد نحسب نضيف عليه 15 ولا 20 باش نتحصل على الكشكشة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. جيبوا القماش تاعكم، يعني تاخذوا القياس هذا اللي خذيته هنايا، تجيبوا القماش قيسوه هكذا. انا هنايا القماش ما عنديش بزاف، يعني لقيت طرف مع طرف هكذا. انا مش عارفه اللي يكفيني القماش هذا، وانتم جيبوا يعني القيس تاع القماش اللي يكفيكم. تاخذي هكذا ديري هذا العرض، والطول هذا ديري الطول تاع السله وتزيدي عليها 15 او 20. هذه هي، شوفوا هنايا انا هذا القياس هنايا تاع السله هنا هكذا، قياس تاع السله هذا تاع الطول تاعها، وضفت هذا. هذه هي زدته، درت انا اكثر من 20، درت 30 زياده. اذا جاتني زائد بزاف ممكن نقصها. رايحين ناخذ الابره والخيط ونروحوا للخطوه المواليه. رايحين نجيبوا هذيك القطعه تاعنا تاع القماش ونثنوها على اثنين هكذا، نثنوها على زوج كما راكم تشوفوا هكذا. نثبتوها بالدبابيس ناخذ الإبرة والخيط هكذا. تلاحظوا القطعة ثاني تاع الاثنان، نديروا الوجه تاع القماش في الوجه تاع القماش هكذا. ونجيو هنا بسم الله نعملوا عقدة بسم الله.
خيط الخياطة هكذا. نديرو عقدة ل يعني هكذا، نعاودو نخرجو منها ثم نعاودو نرجعو هنايا لآخر هذه، ثم نعاودو نخيطو هكذا. واللي عندها طبعا ماكينة الخياطة تقدر تخيطها. شوفوا من في الخلف كي تجي الخياطة، تجي كيما تاع الماكينة، تجي يعني مثبتة. نعاود نرجع لنفس النقطة اللي خرجت منها، نعاود نرجع لها. تروحوا هكذا حتى تكملوا هذا الطريق، هذه نكملوا هذا الطرف هذا تاع القماش، ثم نلصقوا هذا الطرف مع هذا اللي في الوسط. راح نخلص هذه باش ما نطولش عليكم، ونرجع باش نلصقوا هذه مع هذه. نجيو هنا كذلك ناخذوا هكذا، ناخذوا كذلك المنتصف منا نعلموه، المنتصف هذا كذلك نعملو في إبان، ونعاودو نجيو ناخذوها هكذا كذلك. الربع هذا نعلموها هنا، نعلموها هنا، نلاقو بين القطع هكذا. هذا الربع نديرو هنا، كيما درنا هنا منتصف الربع هذا نديرو هنا نجيو خيط من غمش، ثم نجيو هنا كذلك في هذا الربع هذا كذلك، راح نلاقو هذا الطرف مع هذا الطرف. ثم نجيو هذا الاطراف كذلك من هنا ومن هنا، نلاقو هذا مع هذا. ثم نجيو هنا كذلك، نلاقو هذا مع هذا. ثم نجيبو الإبرة والخيط، رايح نديرو لي بلي هكذا، نروحو هكذا كيما تشاهدو هكذا، هذيك الثانية هكا. ثم نزيد هكذا يعني بين كل نقطة هذه والنقطة هذه، هذه اللي معلمين هنا روحوا بلي بلي. كذلك في هذا في هذه الجهات بين هذا النقطة وهذا النقطة نعملوا لي بلي حتى نخلصوها كامل، صاير تاع نروحوا كاع بلي بلي. كي نكملوا هذا نكمل هذه الخطوة، ما نجمش نطول معاكم الخياطة كيما وريتكم هكا، تروحو بلي بلي باليد بليد، ولي بالماكينة الخياطة تخيط ماكينة الخياطة هكذا. إن شاء الله تكون واضحة فقط هكذا، خلصها كامل ونرجع معاكم إن شاء الله. شوفو هنا يعني خلصتها أنا، شوفو شوفو الكشكشة اللي تحصل عليها، كيطولو يعني القماش تزيدو 30 سنتيمتر، شوفو الكشكشة اللي تجيكم، ولي حبس متجيهاش الكشكشة هذي بزاف، هاد لي بلي يعني. نجيو الآن لهاد الطرف هذا، هاد الجزء هذا السفلي، نديرو كفة صغيرة غير هكذا. غير هكذا نخيطو هنايا، نخيطو هنا هكذا، نروحو نخيطو خياطة عادية غير هكا يعني شغل الفوفيلاج هكذا، نخيطو كاع صغير طاير باش من بعد نركبو فيها لاستيك باش نتاعو هكذا صغير طاير. هكذا كيف تجي هكذا، من بعد كي نخيطو كاع ما تنسوش تخلو فتحة صغيرة قبل النهار باش ندخلو منها لاستيك. راح نخلص هاد الدائرة كاملة بالكفة هذه العادية، ثم نرجع معكم باش نركبو لاستيك. ها هي نهاية السلة تاعنا، شوفو كيفاش خدمناها، درتلها هنايا هاد البابيونة، وهنايا شوفو في الخلف
كي كملت هذيك الخياطه درت الاستيك هذا ركبته، ديروا مسك تاع قشوله وتركبوا الاستيك ومن بعد تقعدوا تزيروا فيه هكذا في يديكم ومن بعد تقصوه كما هكا وكما واضح هنايا، تدخلوا هنا وتقعدوا تكمشوا فيها باش تحصلوا على هذا الكشكشه هذه اللي تجي في السله. وهي نهايه السله تاعنا، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. الى اللقاء، الى فيديو اخر.